اسمع ترجم الخليج. هو نائب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق الأول الركن عدنان خير الله. وكما هي عادة الوزارة ومن ومراسلي الإذاعات والمجلات العربية والأجنبية، فأهلا وسهلا بالسيد نائب القائد العام للقوات المسلحة، جعله أن يقتطع هذا الوقت الثمين ليرد على أسئلتكم، فشكرا له على هذا الحضور وأهلا ومرحبا به في هذا الوقت. في منطقة حق المجنون في النقطة، في نقطة تقع شرق البصرة أفقيا، بمسافة 30 إلى 25 كيلومتر. خط الحدود يمتد مرا بهور الحويزة من الشمال في محل تأشير السهم الأحمر اللي على الخارطة، باعتراف الإعلام النظام الإيراني أنهم حشدوا 1,000,000 مقاتل. ووصفها المسؤولين أنها المعركة الحاسمة. أظهرت أن التصاوير الجوية قوة هائلة فعلا أمام قاطع الفيلق. شرع الهجوم في الثلث الأول من الليل، وانتهى بذات الليلة. رب وسائل وبسبب أيضا مناسيب المياه وانخفاض الأرض أمام قسم من المواضع الدفاعية المؤشرة بالخط الأزرق اللي محصورة بين كشك البصري وهور الحويزة، تتوفر شريحة يابسة تمتد من الشرق إلى الغرب اللي هي عميد سامي بين مخفر السياود ومخفر زيد، محاذي لخط الحدود على مبعدة 2 كيلومترين. يعتقد أنه سينفذ إلى عقد حاكمة في الموضع الدفاعي مع عمل بنفس الحجم عبر منطقة الأهوار. فيحقق بالأرتال الشمالية قطع طريق البصرة ميسان ويحقق تلاقي مع الرتل الآخر اللي كان فيه يسار عبر اليابسة، وإذا ما التقى الرتلين ضمن تصوراته فسيجعل قطاعات الفيلق في الخلف. هذه الصورة الموجزة قد تمكنكم في إعطاء فهم أكثر سهولة للقارئ، وآثارهم في الميدان أيضا موجودة. ومع كل المشاعر الإنسانية اللي يحملها الإنسان
أقول لكم بشكل ودي وأخوي، نحن نتمزق ألما على الشباب الأبرياء اللي غرر بهم ودفعوا إلى سوح الموت جماعيا. والآن قبل أن أحضر المؤتمر بلغت أن جثث بدأت تطفو عبر الأربعة وخمسة أيام اللي مضت عليها في المعارك، تطفو على سطح مياه الهور. شاهدتهم؟ وأعتقد جزء من سبب تأخري عليكم أن اللحظة اللي أتيتكم بها هناك عمل عسكري الآن على الجبهة قائم، وربما إذا الله وفق وساعدت الظروف أن من يرغب منكم الحضور إلى المكان بعد انجلاء الموقف فباستطاعة أن يحضر كشاهد عيان لما يجري، وأنها ليست حالة فنية من ترتيبات الفنيين المعنيين كما يدعي النظام الإيراني. في ذات القاطع في هور اللي يعلن هو الإعلام الإيراني إذا كنت تسمع، رموز النظام الإيراني هم الذين يقرعون طبول الحرب. وإذا هناك إشارة من الإعلام الغربي فهم يستنسخون مقاطع من الإعلام الإيراني متمثلة برؤوس النظام. أنا في تقديري أن الخيار العسكري أمام إيران انتهى، وإذا ما استمرت السلطة الحاكمة في إيران في أوهامها من أنها ستحقق نصرا حاسما على العراق، انحشدت مليون مقاتل أو أكثر، فالنتيجة بالخسائر للمراقب الحرب العراقية الإيرانية وحصرا من معارك شرق البصرة عام 82 وإلى اليوم، هي خسائر تتصاعد في وتائرها بمقدار الضعف أو أكثر بين معركة وأخرى. مع وجود المفاجآت في كل وقت نحن نعتقد أننا في الجانب الأمين. شكرا سيادة الوزير. شكرا. لذات السبب اللي حرم منا العراق من تصدير موارده عبر الخليج، وأعتقد في جانب الأحقية أيها السادة شاركوني حق العراق كما تفعل إيران الآن، أنا أصدر موارد الطبيعية عبر منابع النفطية في الخليج، أو بتعبير أدق عبر مواقع تصديرها في الخليج.
وسبق أن طرح العراق أن تترك حرية الملاحة في الخليج لكل الأطراف المتقاتلة. حرصا من العراق وتقديرا منه أو اللي تصلها أسلحتنا كي لا تصل إلى خرج وبالتالي لا تصدر إيران صادرات نفطية عبر هذه الجزيرة. أن تعتقد أو لا تعتقد الحكومة العراقية من أن إيران ستسمح أو لا تسمح أظن بات الجواب واضح من رفض إيران لهذا المقترح اللي هو عمره تقريبا 8 أشهر من الآن. طلق التصريح الأمريكي اللي جرى فلي أن أقف عند هذا الحال مسموعاتنا أن ناطق من الخارجية الأمريكية صرح بدون طلب من طهران وهذا موقف رسمي تميز به الموقف الأمريكي عن كل أوروبا والعالم. وبودي أن أسأل الناطق الرسمي علامة هذا الحماس المبكر إذا كان موضوع غزل مع إيران فأنتم تعرفون وأنا أعرف الموقف الإيراني مع السفارة الأمريكية في طهران والتصرف الشخصي مع أفراد السفارة وتعرفون ما أقصد. أقصد التصريح اللي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق بعد وصول أعضاء السفارة وأقصد به السلوك اللا إنساني واللا أخلاقي مع أفراد محتجزين ومن ضمنهم نساء. فإذا كان الموقف كذلك علامة هذا النفاق السياسي وهل نسي المصرح أو صاحب التصريح ما فعلته أمريكا في الفيتنام؟ وهل الفيتنام هاجمت أمريكا أم أمريكا هاجمت الفيتنام؟ وإذا كانت الفيتنام في موضع دفاع عن أرضها وحقها فما هو المبرر للموقف الأمريكي أن يستخدم كل التكنولوجيا للعوامل الكيميائية ضد الشعب الفيتنام؟ أنتم تعلمون أيها السادة ويعلم الآخرين
أن ما بأيدينا من أسلحة تقليدية كافي أن تحقق اللي شفتوه على جبهات القتال. لكن يبدو أن الموقف الأمريكي حريص أن يذكر الأمة العربية والعراق على مواقفها المؤذية المعادية لأمان الأمة العربية والعراق، وكلما أردنا أن نجسر الفجوة النفسية بيننا وبين أمريكا يبدو أن المستشارين الصهاينة حريصين أن يثيروا روح العداء في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والأمة العربية. ليس حبا في المصالح الأمريكية وحرصا عليها بقدر ما هي رعاية للصهيونية العالمية ودغدغة عواطف. الناطق الرسمي لن يدين الجرائم الإيرانية في قتل الأسرى العراقيين، والناطق الرسمي مشير إلى غلق مكتب الصليب الأحمر في طهران بسبب مضايقات السلطات الإيرانية. لكن يأتي متحمس متبرع نقلا عن حالة، يقال أن هناك 10 مصابين من الإيرانيين في السويد، فينبري مدافع بموقف رسمي غير موثق ليدين العراق. يعني أن هذا النفاق، واسمحوا لي أن أقول أن هذا النفاق السياسي نحن نعرف أبعاده، والجثث اللي موجودة أمامنا واللي موجودة مدفونة في أراضينا وأنتم شفتوها. أنا أقول بإمكانكم أن تأخذوا أي جثة للتشريح، تأكد أيها السادة لو يكون في مقدور الخميني أن يضعنا في بطنه ويضع معها أثقال من الحديد اللي تغطسنا إلى قعر الخليج، لفعل. أنا آسف، أنا أتحمس لهذه الإجابة، لكن الصيغة اللي تستم بها التصرف واضحة النوايا والتخطيط. أنت سمعت كما سمع الآخرين، طيب تريث إلى أن تتحقق، وبعدها إذا لك شيء أن تقول شيء. فالقمر الأمريكي يمسح كل 45 دقيقة أرض العراق وأرض المنطقة أساسا، يعني ما عادت هذه الشغلة تخفى على قوى عظمى وخطة. يعني شكرا.
Before we get off this subject, could we have one last question? كي يجد المبرر أمام أنفسهم وشعبهم من أنهم لا يستطيعون منازلة القوى الكبرى وعليه هم اضطروا أو قبلوا مضطرين لإيقاف الحرب. تقديري الأول هو هذا.